ما يخص غلاء العصا، خصنا نكون واعيين بأن العالم كيعيش ظرفية استثنائية اللي ما كتسمحش لأي حد باش يدير توقعات جادة يعني في الوقت الراهن. كاين اللي بغى يستغلها المزايدات السياسية، ولكن كل شيء واضح. واش من المعقول أن نحسبوا حكومة اللي في عمرها 47 يوم على وضعية عايش فيها المغرب والعالم من أفريل اللي فات، من أفريل 2021، مع بداية الانتعاش الاقتصادي وتزايد ديال الطلب العالمي، بلا ما نرجعوا نشرحوا أشنو هما لوريجين ديال هاد يعني هاد الغلاء اللي جا من الخارج. الغلاء كاين في مواد اللي ما عندناش إنتاج محلي كافي في بلادنا، وما يمكنش نتحكموا في الأسعار ديالها، رغم أنه خصصنا 17 مليار ديال الدرهم اللي دعمها عند المواطن. السكر ما كيتزادش، الغاز ما كيتزادش، القمح ما كيتزادش، القمح امبوطي باش يقدر الخبزات تباع بهذاك درهم و20 ديالها ما كتزادش. توسا يعني راه سي واحد لابريسيون بيجيتير اللي هي امبوطون، واللي الحكومه يعني غادي تبقى غاديه في هذا المسار لدعم يعني القوة الشرائية ديال المواطن. وحذفنا الرسوم الجمركية على الحبوب المستوردة، وكذلك يمكن نقول لكم بأنه بحضور السيد وزير الفلاحة معنا، المواد الأساسية ديال استهلاك الخضار والفواكه والقمح هي متوفرة وبأسعار اللي مستقرة، بصلة بجوج درهم، بطاطا ثلاثة درهم، بقريب 60 درهم، الدجاج ب 14 درهم 70، وان شاء الله مازال يهبط في الشهور المقبله والدوق. يعني اسعار باقي المواد الاستهلاكيه يعني اللي ماشي امبورتي اللي هي ما عندهاش عند الامباكت ديال الانترناسيونال راها في واحد المستوى اللي هي يعني مستقره. داكشي اللي كيجي من الخارج راكم عرفتيه كيفاش، دانسو كون طلع دو موند والناس سميتو وما كانش المنتوج وما كانش لا برودكسيون، وفي سكيب في بانه كاين واحد يعني واحد التقليل ولا لا غارتي يعني في لا ريسورس ديال لا ماتيير بروميير اللي خلات ان الثمنه توصل ذاك الثمن. ولكن دابا راه كل حاجه ما عرفناها فين غدا، راه هذا الوباء اللي عاود سميتو يمكن الله يبعدوا علينا، ولكن راه على الاقل غادي يجيب باش الاثمنه ترجع لواحد المستوى يعني بعد على الاقل يعاون على اي. حنا التكهنه ديالها كانت كلها مع انه داك الشيء ما يمكنش يدوز المرحله ديال ماي او لا جوان بوسان في هذاك السيستم القديم، ولكن دابا غادي تكون لاكسيليراسيون ان شاء الله في الهبوط، ونتمنى انه ما نكونوش يعني غلطين في التكهنات ديالنا.